بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على الفوليوم lesson 4 في unit 3 volume of cuboid. تمام؟ طيب عارفين ان الكوبويد له لينس ويتس وهايت لانه سوليد، بالتالي الفوليوم بيساوي لينس تايمز ويتس تايمز هايت، طول في العرض بتاع اللينس واللينس والويتس والهاي. طيب نشوف مثال، او ممكن نقول اللي هو اللينس والويتس احنا عارفين ديت الايه اريا اوف بيز، اريا اوف بيز تايمز الهاي، لان البيز على شكل ايه؟ البيز على شكل ريكتانجل. طب يقول لي مثال find the volume of the opposite وجايب لي ال 8 وال 6 وال 12، مش مهم مين بالترتيب يعني، يبقى ال volume هيساوي 8 times 6 times 12. 8 times 6 times 12 equal 480 سنتيمتر كيوب. تمام؟ بنعمل times عادي خالص. طيب بيقول لي the dimension of the cuboid، جايب لي ال dimension 4 و 3 و 8 سنتيمتر. find the volume، يبقى الفوليوم 4 times 3 times 8 يبقى 12 times 8 equal 96 سنتيمتر سكوير. تمام. بيقول لي سؤال تاني، which is greater which is greater؟ A cuboid dimension، جايب لي الفيرست كيوبويد الدايمنشن بتاعه 7 و 6 و 8 سنتيمتر. another cuboid البيز اريا equal 30 سنتيمتر سكوير والهايت equal 12 سنتيمتر. طيب الفوليوم 1 الاولاني يبقى 7 times 6 times 8 equal 336 سنتيمتر كيوب. فوليوم نمبر 2 البيزل اريا اهي في الهايت على طول، يبقى برضو يبقى 360 سنتيمتر كيوب، يبقى the first volume is bigger او best. طيب بيقول لي a container has a square. A container has a square base، يعني انا عندي، هو طبعا بيكون cuboid بس البيز على البيز ايه؟ البيز سكوير. طيب a cuboid has a square base of side length 8، يعني ده 8. طيب دي البيز 8، طب ويبقى البيز ده 8. طيب ماشي، what is the height of the، عايز الهايت ده اللي هو ده. what is the height of the box of its volume، جايب لي الفوليوم بتاعه 384 سنتيمتر كيوب. طيب الفوليوم بيساوي ايه؟ length times width times height. طب الفوليوم جايبه لي 384 واللينس واللوتس زي بعض، يبقى 8 times 8 times the height، يبقى ال height equal 384 divide 64 equal 6 سنتيمتر، يبقى ال height كام؟ 6 سنتيمتر. طيب the volume of cuboid، الفوليوم جايب لي الفوليوم equal 720 سنتيمتر كيوب and its height والهايت equal كام؟ equal 9. find its area base، عايز الاريا بتاعت البيز، area of base. طيب يبقى الاريا او نقدر نقول الفوليوم بيساوي البيز area times the height. طب ما الفوليوم يبقى البيز area الفوليوم divide the height، يبقى البيز area equal 720 divide the 9 يبقى 80 سنتيمتر، 80 سنتيمتر. اوكي طيب
بيقول لي a box is a shape a box if in the shape of a cuboid dimension الدايمنشن يعني الأبعاد بتاعته 30 سنتيمتر و 21 سنتيمتر و 6 سنتيمتر then if it's filled with cuboid shape معناها بكوبويد على شكل ايه اشكال على شكل ايه كيوبويد الدايمنشن بتاعه 5 و 3 و 2 سنتيمتر بيقول لي بقى فايند ذا نمبر اوف بيسز لما السؤال عايز عدد الايه الكيوبويد الصغيره ديت يبقى انا عندي كيوبويد كبير ونمبر اوف كيوبويد اوف سمول طيب يبقى النمبر سهله جدا كل اللي انت هتعمله هتقول 30 times 21 times 6 divide 5 times 3 times 2 دي معادي فيها 3 دي معادي فيها 7 دي معادي فيها 6 نعمل لهم times نعمل لهم times هيطلع 126 pieces تمام طيب ناخد كمان مثال A swimming pool, حمام سباحة in the shape of a cuboid, its base of length, البيز بتاع اللينس بتاع البيز 60 سنتيمتر أو 60 متر سوري and its width يبقى ده اللينس والويث equal 40 متر طيب find its depth if 360 متر of water fill the swimming pool يبقى احنا ملناه بكام؟ ب 3600 متر كيوب طيب سهلة يبقى ده الفوليوم يبقى ده ايه الفوليوم يبقى 3600 equal 60 times 40 times ال height يبقى ال height equal 3600 divide 40 times 60 اوكي يطلع بكام 1.5 متر ده الهاي 1.5 متر اوكي طيب ناخد كمان مثال بيقول لي 15750 سنتيمتر square of water poured into a vessel. The shape of cuboid with internal dimension dimension او الابعاد الداخليه 35 سنتيمتر و 30 سنتيمتر و 20 سنتيمتر تمام find the height of water عايزين ال height بتاع ال water طيب ال volume اهو 15750 طب وال height ده بتاع مين؟ لا ال height ده بتاع الايه؟ ال vessel بتاع الصندوق يبقى 35 times 30 times the height اوكي يبقى ال height equal 15750 divide 35 times 30 طيب هيطلع بكام؟ من على الكالكوليتر هيطلع 15 سنتيمتر ده ال height بتاع ال water طيب the volume of water needed to be added for the field to filled the water طيب احنا عندنا ال height هنا كام 15 طب ال height هنا كام 20 يبقى the volume of water طب ال height هنا كام اللي احنا هنحتاجه 5 تمام طيب نضرب 35 times 30 times 5 تمام هيدينا 5250 سنتيمتر كيوب طيب تاني المسألة هو جايب لي ده الفوليوم بتاع الووتر وجايب لي دي الدايمنشن بتاع الصندوق او الحمام بتاع السباحة يعني طيب وعايز الهايت الهايت عبارة عن ايه؟ عبارة عن الفوليوم تايمز اللينس تايمز الويت ايكوال اللينس تايمز الويت تايمز الهايت عندي اللينس والويتس اجيب الهايت نعمل لهم ديفايد جبنا الهايت بتاع الووتر طب ده الهايت بتاع الصندوق تمام نعمل لهم ماينس هيدينا 5 سنتيمتر
طيب هو عايز الفوليوم، يبقى الفوليوم لينث تايمز ويدث تايمز هاي، لينث تايمز ويدث تايمز هاي. تمام، وكده احنا خلصنا ليسون ايه، ليسون 4 في اليونت 3 اللي هو الكوبويد. والفيديو القادم ان شاء الله هناخد بقى ايه ليسون 5 اللي هو the volume of the cube. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.